بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلابنا الأعزاء، كيف حالكم؟ إن شاء الله دائما بخير. درسنا هذا اليوم هو عن منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط، شرح وحل وتوضيح، يونت 1 لسن 4 الدرس الرابع. صفحة راح ناخذها بالكتاب الملون صفحة 8 page 8، وبالكراسة page 10 صفحة 10، واللسننج 2 الأصغاء التراك 2 راح أقرأ أنا قراءة لأن بعدني ما منزل التسجيلات، ده انزلها هسه هاي باعوها فما الحق هنا شغله في الفيديو، بالفيديوهات الجايه ان شاء الله اشغل لكم تسجيلات صوتيه. شكرا لكم، شكرا لكم دعمكم تشجيعكم دعواتكم الطيبه وتعليقاتكم الحلوه المحفزه المشجعه، شاركوا كي تعمل فائده ويستفيد الجميع. زكاة العلم نشره الدال على الخير كفاعله. شكر خاص لابطالنا ومتابعينا الاعزاء اللي دعمونا بتعليقات كثيره وحطونا لايكات كثيره واشتركون بحسابات كثيره وينسخون رابط ونشروا بقنوات كثيره في سبيل يدعمون القناه ووصول الفيديوهات الاكبر عدد ممكن. اهلا وسهلا اللي بالإجانة جديد، ندعو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات والدخول على قوائم التشغيل، اشترك بالقناة واستفاد. اللي يريد شرح منهج كامل انجليزي سادس ابتدائي وانجليزي اول متوسط وانجليزي ثاني متوسط وانجليزي ثالث متوسط، شرح منهج كامل موجودة قوائم التشغيل وياهن ملازمهن يم دار العراجي ملازم مرشد. اشتركوا بقنواتنا الثانية اختي سالي حيدر عبد الله حيدر، اشتركوا واستفادوا وتعلموا. نبدأ درسنا بسم الله. buying and selling، الباينج اللي هي الشراء والسيلينج البيع، باي يشتري وسيل يبيع، افعال بس خلوها ببالكم احتمال تجي كمعاكسات هي ما جايه قبل بس خليها ببالك. يقول لك look at the pictures، انظر الى هذه الصور راح تجينا صور، then listen and think، ثم استمع وفكر، which objects are the people describing، يا هي اي الاشياء الناس يقومون بوصفها. اولا هذا كتمرين استماع مو مهم، زين شنو المهم بهذا الفيديو؟ خلي نعرف الاشياء المهمه حتى هذا التمرين مهم، مال توصيل مال compound nouns الاسماء المركبه هذا الشيء مهم، هاي الاسم وهاي الاسم مهمه، هاي مره جتي بالوزاري. ذني الاشياء المهمه والموضوع مال قواعد اللي هو مو بس compound nouns مال giving reasons اعطاء الاسباب، ذني مواضيع قواعديه تعتبر مهمه، هذا مفردات وهذا قواعد من الاشياء المهمه اللي راح ناخذها. ولا هذا الحكي راح احكي اكو اشياء بهن مو مهمه مال listening وهيجي، يعني بس اتعلم تستفاد همتي. يلا يعني الماونتن بايك يعني دراجه جبليه، بايسكل جبلي، هذا يسمى ماونتن بايك. يعني شنو جبلي؟ يعني ابو الدبلات، الولد اهل الدراجات يعرفون هاي السوالف، ابو الدبلات اللي يعني سياراته خاصه وتتحمل طسات ومطبات وهالسوالف، هذا يسموه ماونتن بايك، يختلف عن البايك العادي. هسه راح نجي نسوي مقارنه بعدين بيناتهم. اوكي يعني عرفه يجيك توصيل من يقولك ماونتن توصلها ويا البايك، يجي هيك سؤال مال توصيل. light wet tent خيمة ذات وزن خفيف، هاي الخيمة سهلة وسريعة التجهيز تكون النصب تكون خفيفة، خفيفة الوزن light wet خفيفة الوزن tent خيمة، خيمة خفيفة الوزن، هاي جتي سنة من السنين بالوزاري اكو داخو بيها لانه ما متعلمينها الطلاب دائما وين شو تروح تحفظ؟ تروح تحفظ هذا التمرين، بس هاي ما موجودة هنا أنا بهذا التمرين، صح بنفس اللسن نفس الدرس بس هنا أنا محطوطة بس، فلايت وات داخو بيها توصلها ويا التنت دير بالك عليها. زين كل واحدة شنو مواصفاتها؟ هذا البايك شنو مواصفاته الماونتن بايك؟ ديسك بريكس بمكابح يعني بريكات، فرونت اند باك سسبنشن اوكي ب بريكات وذني مكابح عماتين او تأمينات امامية وخلفية، مكابح امامية وخلفية بريكات امامية وخلفية، وهاي ديسك بريكس نظام البريكات مالته على الديسكات، وكمفورتبل رايد قيادة مريحة. زين هاي هم احتمال تجي بمال توصيل، هم احتمال شو كل كلمتين يجي نسويها خليهن باحتمال توصيل. easy to put up هاي الخيمه شنو مواصفاتها؟ سهله النصب والتركيب، clear instructions
تعليمات واضحة مالتها. انسكت بروف مضادة للحشرات، هاي مهمة تجيب التوصيل. وسليبس تو تكفي 2 اشخاص ينامون بها. زين يعني هاي خلصت. يقولك who are the people in the conversations، هذا التحميل خلاص مال التسجيل. اوكي خلي حتى افتح لكم يا الله راح الحق ان شاء الله. يقولك who are the people، اللي يريد هذا راح اخليه بالتليجرام. اوكي هذا هسه من اوصله ان شاء الله التسجيل. Who are the people in the conversations، من هم الناس اللي بهاي المحادثات. خلي نروح نشغل المحادثات ما دام نزل التسجيل مالتهن عندي ونشوفهن ونقراهن من هنا. المحادثات شو تقول؟ بسم الله. خل بس اعلي الصوت. One. You'll love this new mod. One, lesson four. Track two. Listen and think. Which objects are the people describing? One. You'll love this new model from Trekkers. It's very fast, but really safe. There are front disc brakes to help you stop quickly. And it has the latest front and back suspension to keep you on the road. It's really comfortable. And it's a great buy. Two. I think it looks good. Do you think it is big enough? It says it sleeps too. So that should be big enough. I'm glad it is insect proof. Yes. I don't want to get bitten. Yes. And look, it only takes 30 minutes to put up. You'll like that. زين عيني، سمعنا المحادثة، خل اقرا لكم اياها انا وترجمها وافهمكم اياها. يقول لك المحادثة الاولى اللي هي على البايسيكل، حكت البنات you'll love this new model from Trekkers، انت سوف تحبين هذا الموديل او الاصدار او النوع الجديد من نوعية هاي التريكرز البايسيكلات التتبعية والتلاحقية او اسم شركتها. It's very fast، انها سريعة جدا. But really safe، لكن هي آمنة جدا، سريعة وآمنة. There are front disc brakes، تحتوي على مكابح بريكات أمامية to help you stop quickly، حتى تساعدك على الوقوف بسرعة. And it has the latest front and back suspension to keep you on the road، وهي تحتوي على أحدث الحساسات، الحساس والجير وهالسوالف، ذني سوالف الأشياء الإضافية الأمامية والخلفية، حتى تبقيك على الطريق، تحافظ عليك على الطريق. It's really comfortable، إنه جدا مريح. And it's great، a great buy، وهو صفقة جيدة للشراء، يعني شروة زينة. أوكي هاي كانت على الدراجة دي يحكون. المحادثة الثانية الولد وأبوه، البوي وأبوه الداد، ذني فويس يعني الصوت. الابن قال I think it looks good، أنا أعتقد بأنه هي تبدو جيدة على الخيمة. Do you think it is big enough، هل تعتقد بأنها كبيرة كفاية؟ أبوه قال له It says it sleeps too، قال له هي كاتبين عليها تكفي نامون 2 بها. So that should be big enough، لذلك هي أعتقد أنه كافية، كبيرة كفاية. البوي قال له I'm glad it is insect proof، قال أنا يعني سعيد انه هي مضادة للحشرات. قال له yes، ايه همزين. I don't want to get bitten، أنا ما اريد اتعرض للدغ والعض والقرص من الحشرات. قال له yes and look وباوع it only takes 30 minutes to put up، قال له هي بس تستغرق وقت 30 دقيقة حتى تنصبها.
You'll like that. أنت سوف تحب هذا الشيء. قالت راح تحب يا أبوي هذا الشيء لأن هي السريعة. أوكي. هنا أنا أكو سؤال. سهو هنا أنا من قال لنا استمع ذني. وشين الأشياء اللي دي توصفها الناس؟ قلنا ماونتن بايك واللايت ويت تنت وصفوها. ومن هم الأشخاص اللي دي يسولفون بالمحادثات؟ ذولي هم الأشخاص راح نجيهم. Two people advertising the bike on the radio. هذا التسجيل المحادثة سمعناها هي عبارة عن أشخاص اثنين ناس اثنين دي يسوون إعلان للدراجة على الراديو. هاي المحادثة اللي سمعناها عن الدراجة هي هاي المحادثة مع البنات اثنين دي يسوون إعلان بالراديو عن هاي الدراجة. المحادثة اللي بعدها a father and son, أب وابنه, who are thinking about buying a tent, الذين هم يفكرون حول شراء خيمة. أب وابنه دي يفكرون أن يشترون خيمة, فقاعدين يسولفون هاي السوالف. أوكي. البعدها هاي بس يشرح لك الديسك بريكس كتعريفه, ما تجي هاي كبكالوريا لكم. يريد يقراها هيك نفسه. السسبنشنز شنو ما لها يعني شغله بالبكالوريا هاي هيك, اللي يريد هو يتعلمها خليه هو يوقف الفيديو يقراها. اوكي. الديسك بريكس ان انا دا يقول لنا انه هي من الكلمات اللي تجي يعني بالتوصيل. هذا التمرين أو التوصيل المهم, بس خلينا نكمل إيش عندنا بعد بالكتاب الملون. بالكتاب الملون يشرح لنا القاعدة مال الأسماء المركبة ومال إعطاء السبب. الكومباوند ويردز, الكلمات المركبة أو الأسماء المركبة تكون هي متكونة من كلمتين, كل كلمة تعطي معنى بوحدها بس من يعني يتصلن مع بعض يطن كلمة جديدة. Words in English are sometimes made from two nouns. كلمات في اللغة الإنجليزية بعض الأوقات تتكون أو تتكون من أسماء اثنين. أمثلة لها examples, أمثلة wind proof, wind رياح, proof مضاد, فwind proof مضاد للرياح ما يتأثر بالرياح أو مصدة الرياح. made from material that wind can't get through, يتم صناعته من مواد صناعية التي تجعل لا تسمح للرياح بأن تدخل من خلالها. هذا تعريف الويند بروف. كبكالوريا يجيبوا لك ويند بروف, وصلها الويند وصلها ويا البروف. زين, طالب يريد يسوي تسريع يسوي له اختبار ذكاء ومن هالأمور واختبار تحصيلي وهالسوالف, فاحتمال يجيبون من هاي الأشياء يجيبوا لك كتعريف, مو واحد يتفاجئ. أوكي. بس كبكالوريا هاي أشياء ما تجي, تجي بس كتوصيل. disc breaks قلنا المكابح, البريكات breaks that use discs, البريكات اللي تستخدم أقراص بريكات ينلزم القرص ووقف الدراجة ووقف التعليمات. Can you think of any other compound words? هل يمكنك أن تفكر بأي كلمات مركبة أخرى؟ Look at students book page 4 and 7, انظر إلى الصفحات بالكتاب الملون الرابعة للسابعة, من صفحة 4 لحد صفحة 7, من يعني بداية unit 1 لحد وين ما وصلنا دور بهن. تلقى بعد كلمات مركبة زين عيني. هاي هسه راح قلنا لكم راح هذا هنا راح ناخذه بعض مال الكلمات المركبة وسولفنا بعد على البقية. بالgiving reasons اعطاء السبب, هاي راح اقراها على السريع بس الشرح ما تنسى اشرحها ولا شوية بس خل اقراها عند اخلص معدها لانه مضوجني هاي. giving reasons اعطاء السبب. there are disc breaks, اول مرة نعطي اسم الحاجة وش تسوي هي to help you أو so you can أو so you can't أو so that you, وبعدين النتيجة مالتها stop quickly, إنه يوجد هنالك مكابح
فائدتها هي لمساعدتك على أن تتوقف بسهولة وبسرعة. It has the latest suspension. هي تحتوي على أحدث الحساسات والأمور to help you keep on the road, حتى تخليك تبقى على الطريق. زين, هاي كلها أشياء جيدة, بس من أشياء تكون سيئة, it is easy to put up, هي سهلة التركيب, so you won't waste time. إذا أنت ما راح ضيع الوقت بالتركيب مالتها والتنصيب, لأن هي سهلة وسريعة التركيب. There are clear instructions, يوجد تعليمات واضحة, so you can put it up easily, أنت سوف يمكنك أن تركبها بسهولة. Think about the features of the Panther 3.0D, what are they for. يقولك فكر بالمواصفات الإضافية اللي كانت بالبانثر وشنو أنت تقدر تستفاد من عدهن. فتجيب مثلا الديسك بريكس, هاي بالدراجة كانت, السسبنشن بالدراجة, الايزي بوت اب هاي بالخيمة, الكلير انستركشنز بالخيمة. تجيب بعد اشياء مال البانثر, مثلا جي بي اس, شي يفيدنا, راح تقول cars have GPS so that you can't be lost, ومن هالسوالف. قلنا هسه راح نجيهن بالتفصيل, فبس خلنا نخلص من هذا بعد التمرين. الكتاب ملون خلصنا, عند هذا الفيديو شوي بلكي يصير قصير, تعبتني انا, اتعب ترى من الفيديوهات الطويله, مو عبالكم, بس شو اسوي, عود ارد اشرح كل شيء وحتى ينشلع قلبي بالرفع مالتن بالانترنت باليوتيوب. تمرين اي بالكراسه, match the words to make compound nouns, وصل الكلمات لكي تكون اسماء مركبه. انت بس يجيك match, من تشوف match وصل, تجيك الكلمات لي فوق والتوصيلات مالتن لي جوا, انت تجيبهن وتوصلهن وتنحل, هي كلش سهل وما بي اي صعوبة. تمرين حلو وسهل ويجي بالوزاري بهالطريقة. شوف هسه هاي اسئلة وزارية حاطكم اياها بالمزماني بهالطريقة, اوكي, بهالطريقة, هاي كلمات لست اي ولست بي مالاتهن, اوكي, مثلا يا هي من ذنياكو, زين اكو بيهن يختلفن مال غير يونيتات, مال غير يونيتات جاية بالوزاري, بس من ذني هم يجن الاشياء. المهم راح نجي للسويت الحلويات, فتروح ويا الشوب محل حلويات. احنا هسه للسرعة الطالب الشاطر دا يشوفهن يوقف الفيديو يحاول هو يحلهن, انا راح اطلع جوبتن عن نسرع شوية. السويت شوب قلنا محل حلويات, car park موقف سيارات, information desk مكتب معلومات, disc brakes مكابح او بريكات, insect proof اللي هو مضاد للحشرات, مانع حشرات او مضاد, airbag اللي هي مصدة هوائية, swimming pool اللي هو حوض سباحة, video game ألعاب الفيديو بلاي وما بلاي, سن روف اللي هي فتحة بالقمارة مع الشمس, قمارة السيارة بالقمارة تدخل الشمس, وهي شيء لتربن اللي هي سلة النفايات المهملات, والشوب أسيستنت اللي هو عامل المتجر, ذني حفظ على الغيب مثل اسمك, مهمات جدا, أهم شيء ذني. اجينا على التمرين مالتنا اللي قلنا عليه مهم ايضا, هاي الصفحة بالكراسة جدا مهمة, بس هذا قبل ما ابدي بيه خلي اشرح لكم اياه. يجي بطريقتين بالوزاري, اما يجي بطريقة انه انت يعطيك جملة ويريد حلها, او يجيك بطريقة الاختيارات. اكثر شيء يجي بالبكالوريا اختيارات, بس هم لازم تتعلم على هاي الطريقة, لان هو اصلا اكو تمرين هنا يحكي عن هاي الطريقة, فلازم تتعلمها. شلون راح نحلها؟ راح اعلمك اربع خطوات سهله مال giving reasons, اعطاء الاسباب, شلون تعطي سبب. تعلم على هاي الطريقه اربع خطوات سهله للاجابه عن سؤال اعطاء السبب. اول شيء نكتب cars have او there are, يصير اي كلمه يعني مهم عامه, اذا شيء يخص السياره فراح تقول cars have, او تقدر تقول there are,
يصير شيء يخص الدراجة مثلا، لأن هي مفردة فراح تقول it has ومن هالأمور. مين تكتبها هاي الكلمة؟ تكتبها من اليسار أول كلمة، تبديها هيش من اليسار، هذا هنا اليسار أول كلمة. نكتب اسم الشيء المسبب، مثلا GPS، نكتب اسم الشيء اللي هو مطنية اللي هو راح يسوي السبب أو راح يسوي التأثير على هاي الحاجة، على السيارة أو على الدراجة أو على الخيمة. مثلا هنا GPS راح يسوي تأثير، يسوي فت سبب. ورا نكتب واحدة من ذني شاهد تعجبك، أسهل واحدة so you can، إذا النتيجة راح تجي وراء جيدة. so you can't إذا النتيجة راح تجي وراء سيئة غير مفيدة. أوكي، يصير تقول so that you can، مكان so you can، يصير تقول to help you عادي، بس إحنا نعتمد أكثر شيء لو so you can لو so you can't، عند الطلاب أسهل عليهم بالحفظ. so you can إذا الشيء راح يكون جيد، so you can't إذا راح يكون شيء سيء. زين يعني شنو سيء صراحة فهمك إياها. وراها نكتب النتيجة التي بين قوسين مثلا get lost، النتيجة نطنيها أكتبها، هو هيك يعطيك بالسؤال قالك GPS بين قوسين get lost، هذا المسبب وهاي نتيجته وهاي ال give reason، يعني ده صيغة السؤال انه اعطيني سبب. فتشرح تسوي GPS وين موجود اكثر شيء بالسيارات، فتقول cars have او there are GPS اسم الحاجة. زين الجي بي اس اذا موجود بالسيارة راح يخليها تيه، get lost معناها تضيع التيه، لو ما يخليها التيه ما يخليها، هاي النتيجة سيئة مو مفيدة، بس هو مفيد. فش راح نحط؟ راح نحط so you can't، راح نخلي so you can't ام النفي، ونخلي البيان قوسين اللي هي get lost. اعيد شوي، عندنا اربع خطوات، اربع مقاطع نخليهن. اول شغلة نجيبها نكتب من عندنا احنا، لان هاي ما حد راح يعطينا اياها. انا ليش اعتمدت cars have؟ على اعتبار اسهل املاء، يعني للطلاب سهلة، يصير تكتب there are، يصير يصير تكتب غير عبارة مقاربة الها هم يصير. المهم هذا الجهاز او هذا الشيء وين موجود؟ موجود ببايسيكل، موجود بخيمة، موجود بسيارة، تخلي فتشي متعلق به. ان اكثر الاشياء وخصوصا بهذا التمرين هنا على السيارة، فانا حليته من هذا التمرين اللي يتعلق بالسيارات واستخدمت cars have. راح اخلي cars have من البداية او قلت يصير there are. نكتب اسم الشيء اللي هو مطنية اول كلمة، مثلا GPS هذا الجهاز المسبب الشيء خليته، او راح يعطيني غيرها، راح يعطيني الكتريك ويندوز، يعطيني سانروف، يعطيني سي دي بلاير، يعطيني ايرباكس. بعدين اش اكتب بين هاي الحاجة وبين هاي البين قوسين؟ اش احط هنا على الغيبي؟ احط so you can، او النفي مالتها so you can't. so you can اذا هاي الحاجة نتيجتها جيدة، هنا النتيجة جيدة مالتها. so you can't اذا هاي سلبية تتعاكس ويا هاي. جي بي اس شي يفيدنا؟ يفيدنا يعني نفقد الطريق ونتيه ونضيع؟ لا، ما يخلينا نضيع. اذا راح اقول له so you can't، خليت اول شي cars have على الغابي او قلنا there are، ياهي الاسهل عليك، حطيت الجي بي اس او اسم الحاجة اللي حاط لياها، خليت شي يتناسب بين هاي الحاجة الجي بي اس وهاي القوسين، اذا هن تطي شي ايجابي فاقول so you can't، تطي شي سلبي فاقول so you can't، فراح اقول cars have GPS so you can't، لذا انت سوف لن get lost، ما راح تضيع. اجيب هاي بين قوسين بالاخير، نقطه خلصت. وهسه راح نحل عليها امثله بعد. طريقه الاختيارات مثلا يقول cars have GPS so that you can't lo can be lost، سيارات اللي بها GPS راح تخليك لا تضيع او راح تخليك تضيع، راح تقول انا اختار can't لان نتيجه سيئه. انت ما تكتب هالحكي بالعربي، هاي لك للشرح دا اقول لك، بس اختار لك can't وتسكت. زين، احتمال مو الا هاي تجي، احتمال هاي النتيجة تجي اختيارات، احتمال هاي so يجيب لك so you can لو so you can't، احتمال يجيب لك GPS اختيارات، احتمال هاي الكارت، من كل مقطع احتمال يصير بيه اختيارات. هسا نجي اذا اريد نحل هاي شلون راح نحلها، راح نجي نشوفها واحدة واحدة. اول شيء الاير باكس هو اصلا حال لي اياها
بالكراسة، هو معطيني اياها مثال وهو حالها. هنا انا خل اشوفكم بالملزمة اللسن 4 شلون هنا احنا حالي وشارحي. هذي باعها والكلمات المركبة وكلها شرحن وترجمتهن. هاي من نرجع للسيارة، مو قلنا ارجعوا للسيارة، ايش راح نلقى مثلا البلتن، الفيديو جيم، فيديو جيم بلاير، سي دي بلاير، ومن هالامور. هذا التمرين الورا هذا مالتنا الشرح، تستخدم العبارات التالية. هذا الشرح مالتنا شارحي هنا أنا. اوكي راح نجي عليهن نحلهن هسه. التمرين اللي موجود بالكراسة، اوكي هذا هنا تشوفوا الحل واضح عندكم، نقرأ على السريع بعدين حتى نروح على هذا التمرين بالتوصيل اللي قلنا حليناه. وهاي هنا معاني بالملزمة وحله، وهذا التمرين مال الكراسة اللي هسه نريد نحله. قلنا هو التاني بس اير باجز وسيف ان اكراش. انت شو تسوي؟ تكتب له كارز هاف واسم الحاجة اللي هي اير باجز سو يو كان، هاي على غبك لانه راح تعطي نتيجة جيدة هنا، بي سيف ان كراش. الاير باجز اذا سيارة بها اير باج فانت ايش راح يصير؟ راح تكون بامان بالاصطدام، فراح تقول سو يو كان بي سيف ان كراش. من يقول لك السي دي بلاير مشغل الاقراص listen to music يخليك تستمع الموسيقى، يعني هذا شيء يعطيك شيء جيد. فاذا تقول there is a CD player او cars have هم يصير a CD player، يوجد CD player مشغل اقراص. قلنا نتيجته جيدة فراح تقول so you can، والنتيجة جيدة اللي هي listen to music راح تستمع للموسيقى. الجي بي اس مالتنا استونا حليناه بالمثال مال get lost راح يخليك تضيع، فلا ما خليني يضيع. It has أو cars have a GPS. الكارز هاف أكثر وحدة شاملة إذا تريدون تشتغل ويا كلهم. It has أو قلنا cars have a GPS so you can't، أنت ما راح شنو get lost، ما راح تضيع. الكتريك ويندوز open window easily، النوافذ الإلكترونية راح تخليك تفتح الشبابيك بسهولة. إذا هاي الشيء المسبب ونتيجته كلهن إيجابيات، فبالسو يو كان. There are electric windows so you can open windows easily، أكو نوافذ إلكترونية قلنا there are أو cars have اسم الحاجة بعدين so you can بعدين بين قوسين اللي هو open windows easily. سان روف اسم الحاجة اللي هي المظل، يعني الفتحة مع القمارة بالسيارة، وليت لايت ان تسمح بالضوء الدخول، هاي المسبب يسمح بشي جيد. اذا بيش اربطهن المسبب والشي جيد بالسو يو كان. قبلها اول شي شخلي لو خلي قلنا فير از لان مفرد او فير ار ذا جمع، او كارز هاف. كارز هاف تشتغل ويا المفرد وجمع مادة وخط طلاب، فراح اخلي انا برايي اقول cars have اشبيها sun roof اسم الحاجه، اربط اسم الحاجه ونتيجتها لان هي ايجابيه ف so you can، ونتيجتها اللي هي let light in او sunlight in. tinted windows النوافذ المظلله. see into the car easily تسمح لك بالرؤيه داخل السياره بسهوله. جام مظلل يخليك تباوع داخل السياره بسهوله، لا ما يخليك، فراح تقول له بال so you can't. فقلنا there are tinted windows او نقول cars have tinted windows so you can't see into the car easily، ما راح تقدر تشوف داخل السيارة بسهولة. اوكي هذا حليناه اللي هو هياته حليته. زين عيني انتبهتوا عليه يا ابا، اشوفكم حله بالدليل، اشوفكم حله بالدليل. بالدليل يقول هاي الأجوبة وهي نفسها كانت بالملزمة cars have there are there is it has there are. زين عيني هذا there is there are هالأمور خوش.
بقى بس حتى قبل ما ننهي الفيديو بس نسولف باي اللي يريد يعني كاش بالملزمة شلون شارحيها احنا ما لعطاء السبب مطين الأمثلة ومطين هنا عليها. لو تقول so you can إذا شيء إيجابي so you can't إذا شيء سلبي وراها مصدر يعني فعل مجرد so you will أو إذا إيجابي و so you won't إذا سلبي وهم وراها مصدر فعل مجرد أو to help you حكيت هناك قلت لك أي واحدة من ذني كلها صح بس أسهل واحدة الطلاب حسب يعني خبرتنا وتعاملنا مع الطلاب أسهل واحدة شافوها هاي so you can تريد غيرها عادي to help you وفعل مجرد هم عادي. The car has a CD player فراغ يقول لك استخدم use so to give reason هاي صيغة من الصيغ احتمال تجيك بس بالبكالوريا هاي ما جاي هاي بالبكالوريا ما جاي فبس أكثر شيء تجي من الاختيارات فتشرح السوي so بها لو so you can لو so you can't هنا أنا CD player وراح يخليك شيء جيد تسمع موسيقى فراح تقول The car has a CD player سيارة بها CD player So you can listen to music هنا إذا إذاك على غيبك تكتب المالتها النتيجة بالوزاري ما يجيبون هيجي لو يجيبون نفس صيغة التمرين هذا لو يبقون على اختيارات هم دائما يجيبون اختيارات It also has air conditioning هي تحتوي على مكيف هوائي إذا شي فيدك to help you keep cool يساعدك على الحفاظ على التبريد There are disc brakes يوجد مكابح to help you stop quickly حتى يساعدك على الوقوف بسرعة It has the latest suspension بها مكابح أو ذني حساسات حديثة to help you keep on the road تخليك تبقى وتتواصل وتستمر على نفس الطريق It is easy to put up سهل النصب so you won't waste time انت ما راح تضيع وقتك There are clear instructions يوجد تعليمات واضحة so you can put it up easily راح تقدر تركبها بسهولة هذا كل ما هنالك بالدرس أهم شيء هذا التمرين وهذا التمرين تمرين الكلمات المركبة نقرأ نعيدها أخير مرة سويت شوب محل حلويات كار بارك مخو سيارات انفورميشن ديسك مكتب معلومات ديسك بريكس مكابح قرصية انسكت بروف مقاوم حشرات او مضاد حشرات اير باج وسادة هوائية او هاي الاكياس الهوائية المهم سوينج بول حوض السباحة فيديو جيم لعبة فيديو سن روف فتحة السقف لتر بن سلة المهملات شوب اسستنت عامل متجر وهذا التمرين قلنا عليه مهم وان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفيد الجميع تحياتي لكم مع السلامة